هذا هو اللبناني محمد بدر الدين الكرمبي الملقب بأبو بدر، المولود في عرسال عام 89، صيد ثمين أصبح في قبضة استخبارات الجيش. من سائقي سيارة فان على طريق عرسال بيروت إلى مفخخ سيارات تحول الكرمبي، فما تفاصيل اعترافاته؟ لأبي بدر علاقة خاصة جمعته بإبراهيم الأطرش وعمر الأطرش وأحمد طه وأبو حسن الفلسطيني وغيرهم من الإرهابيين البارزين، وهو من مؤسسي المجموعات المسلحة التي قاتلت الجيش السوري انطلاقا من الأراضي اللبنانية. هذا واعترف الكرمبي بأنه استقبل أشخاصا عديدين من جنسيات مختلفة قدموا إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي وتولى نقلهم إلى عرسال، ليعلم لاحقا أنهم انتحاريون يستهدفون الداخل السوري بإشراف أمير الدولة الإسلامية، وعمل في مجال شراء السيارات وتفخيخها من أجل تفجيرها، وعمد إلى تعليم أفراد مجموعته كيفية التفخيخ ودرب أشخاصا على تصنيع الأحزمة الناسفة. التحقيقات لم تقتصر على ذلك، إذ كشفت أيضا عن ثمان سيارات فخخها الموقوف وفجرها ضد أهداف مدنية وعسكرية في لبنان. هي سيارة جيب من نوع كيا سبورتج، غير لونها من الأسود إلى الأبيض قبل تفجيرها قرب سرايا الهرمل في 16 من كانون الثاني عام 2014. سيارة جيب شيروكي لونها زيتي فجرت قرب محطة الأيتام في الهرمل في شباط عام 2014. سيارة جيب شيروكي طرازها قديم فجرت عند حاجز للجيش اللبناني في الهرمل. سيارة جيب من نوع هوندا لونها فضي، إلا أن العملية لم تنجح، ما دفع الانتحارية إلى تفجير نفسه في أثناء توجهه إلى الهدف وصوله إلى بلدة النبي عثمان في آذار من عام 2016. سيارة كيا بيكانتو سوداء على حاجز للجيش في وادي عطا في آذار عام 2014 انتقاما لمقتل سامي الأطرش، وأسفر التفجير عن استشهاد 3 عسكريين وجرح 13 آخرين. سيارة جيب جي أم سي كان سيجري تفجيرها في بلدة القاع، إلا أنها انفجرت بمن فيها ما أدى أنذاك إلى مقتل الأطرش وسامر الحجيري. وثامنا سيارة لاند روفر، إلا أنها تعرضت قبل العملية لصاروخ في أثناء وجود أحمد الأطرش الملقب بنسر عرسال في داخلها، فأصيب إصابة بالغة في وجهه. هذا الصيد الثمين في قبضة الجيش طرف خيط قد يوفر دماء مئات الأبرياء. العيال سعد، قناة الجديد.